بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم البنات بغيت نشارك معكم مملحات تيجيو اكثر من رائعين، مقرمشين وهشاش في نفس الوقت، تيجيو بنان غير يعجبوكم يعجبو عائلاتكم، ملونات طبيعيه. بعد مره تنحتاجوهم تنشريوهم، من الاحسن نديرهم في الدار ونعرفوا راسنا شنو دايرين فيهم. كنتمنى الفكره ديال اليوم تعجبكم، ولا عجبكم الفيديو ما تنساونيش من الدعم والاشتراك وكتابة التعليق فضلا وليس امرا. بقاو مع المقادير وطريقة التحضير. تبارك الله، اول حاجة خديت هنايا واحد شوية ديال الزيتون، حيدت ليه العظم، درت معاه فرماجة، وغندير معاه ديك جوج معلقات ديال زيت الزيتون ونطحنهم. وهنايا خديت البصلة، حكيتها بالحكاكة الرقيقة وصفيتها، البصلة تكون كبيرة صافي. هنايا خديت كيلو ربع ديال الدقيق الابيض الفورص الممتاز، وخديت هنايا نص بواطة ديال الزبدة، القياس ديال 250 غرام، درت نص ديالها. احسن ديرو ديال التوريق، وضفت عليها معلقه كبيره ديال الثومه بودره، الا ما عندكمش حكوا جوج سنينه ديال الثومه. هنايا معلقه كبيره مسوحه ديال الابزار، وغنضيف عليها معلقه كبيره مع مراج ديال الملحه، وغنضيف واحد ربعه الفرماجات من 30، ولا عندكم 40 ممكن ديروهم صافي. هنايا غناخذ جوج معلقات كبار ديال المطارد، غنضيفهم حتى هما للخليط، غنضيف كلشي عاد ديك الساعه غنعجنو. هنايا عندي واحد الكاس مخلط بين زيت المائده وزيت الزيتون، وتكونوا مغلبين زيت الزيتون تيعطي واحد المذاق زوين لهذا العجين. وغنضيف عليه واحد الخماره من فئه 8 غرام، غنضيف هذيك البصله اللي سبق لي وحكيتها وصفيتها، الا عندكم بودره ممكن ديروها وتستغناو على هذه اللي حكيت. هنايا غندير واحد ربع معلقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز، وغنضيف عليها العطريه ديال الحوت، معلقه كبيره عامره، ممكن ديروا عطريه ديال الدجاج ولا ضامه ديال البنه على حسب الرغبه ديالكم نتوما. وهاد العطريه حتى هي فيها الملحه، والمطرد فيه الملحه. هنا ضفت واحد البيضه، وغنخلط الخليط ديالي. علاش قلت لكم راه فيهم الملحه؟ ما تكثروش الملحه بزاف باش ما يجيكمش القريشلات ديالكم مالحين صافي. غنخلط مزيان هذا الخليط، عاد غنضيف الماء. كما تتشوفوا معايا هنايا خديت كاس ديال العنبه ديال الماء دافي، درتو بداك الكاس اللي عبرت به الزيت، وغنخلط الخليط ديالي كما تتشوفوا. بالنسبه ليا انا هذا العجين خدات ليا كاس وربع ديال الماء، ممكن نتوما تهز لكم اكثر ولا اقل على حسب النوعيه ديال الدقيق اللي نتوما غتخدموا به صافي. بعد ما عجنت العجين ديالي مزيان كما تتشوفوا، دابا غنقسمها لاربع الاجزاء، ممكن نتوما تقسموها لجوج ولا ثلاثه على حسب الرغبه ديالكم نتوما. انا غندير ليها اربعه النكهات صافي، نحاول نديرهم نفس القياس صافي، ندوز باش ندير فيهم النكهات صافي. ندوز دابا باش نكهم. خديت الكره الاولى، غندير لها داك الزيتون اللي طحنت، ضروري طحنوا مزيان باش ما يبقاش لكم دوك الطريفات على الشكل هذا، تيولي بحال بوماد. وغنضيف عليه واحد المعلقه كبيره ديال الزعتر، انا عندي هنايا الزعتر مطحون كما تتشوفوا صافي. ندوز للكره الثانيه، درت ليها واحد المعلقه كبيره ديال الخرقوم البلدي، وغنضيف عليها واحد المعلقه كبيره ديال المعدنوس مقطع، معدنوس يكون طري من الاحسن، لا عندكم مجفف ممكن حتى تضيفوه. هنايا خديت معلقه كبيره ديال المطيشه ديال الحك، وغنضيف عليها واحد المعلقه كبيره ديال الهريسه، بالنسبه للحاره على حسب الذوق ديالكم نتوما، ممكن تنقصوا ولا تزيدوا صافي. بالنسبه للكره الرابعه، غنضيف عليها واحد المعلقه كبيره ديال الخشخاش وشويه ديال زعتره حكيتها بين يديا. هنايا غنضيف واحد شويه ديال الفرماج، بالنسبه للفرماج اختياري، بغيتو ديروا فوه ضيفوه، ما بغيتوش تكتفيو بالفرماج اللي ضفنا في الاول صافي. غندوز دابا باش نخلطهم كما تتشوفوا، تنعجنهم مزيان باش تدخل هذيك العناصر مع بعضياتها، ونشكل منه كويرات. غندير العمليه الكويرات كاملين. هنايا راه غنزيد واحد شويه ديال الهريسه الخضراء في العجين اللي درت ليه بافو وزعتره. دزت هنايا الكره الثانيه تاعي، نخلطها ونتلاقاو بعد ما نساليهم.
هالكريات ديالي بعد ما ساليتهم كيما تشوفوا تيجيو على هذا الشكل اكثر من رائعين. كنتمناكم تجربوهم وضروري تغطوا عليهم بالبلاستيك الغذائي باش ما ينشفوش ليكم من هذا القشره ديالهم من الفوق. صافي هنا غندوز باش نقسمهم كيما تشوفوا، نقسمهم على حساب الطاوه ديالكم نتوما واش كبار ولا صغار كيما تشوفوا، وغندير منهم حريبله شويه يكونوا كبار وعاد نخليهم يرتاحوا ونعود نرققهم على القياس اللي بغيتو نتوما. بغيتو ترققوهم ولا تغلضوهم على حسب اللي بغيتو نتوما. والطاوه تدهنوها ولا تفرشوا فيها الكاغيط ديال الفرن وتبداو تشكلوا العجين ديالكم حريبلات رقاق وتحطوا في الطاوه. بعد ما ساليت الحريبلات كما تشوفوا تيجيو على هذا الشكل هذا. ضروري ديروهم مقادين ومتباعدين شويه حيت ضروري غيخمروا لنا شويه حيت فيهم الخميره. ندخلهم الفران ونقص عليهم درجه الحراره بعد ما يطيبوا، ماشي يطيبوا في مره غير يتشمعوا على هذا الشكل هذا، تخليهم يرتاحوا وتبداو تقطعوا فيهم. انا عجنتهم في الصباح وخليتهم حتى جوج سوايع حتى ثلاثه عاد بديت تنقطعهم على هذا الشكل هذا. ولا ممكن ديرهم بالمقص حتى المقص يجيو زوينين، غير المهم ما تنشفهمش في الاول بزاف باش ما يبقاوش يتهرسوا لكم. صافي غندخلهم الفران ثاني ونقص عليهم درجه الحراره ونخليهم يطيبوا على خاطرهم. هالشكل النهائي ديال المملحات يجوا اكثر من رائعين، كنصحكم باش تجربوهم يعجبكم ان شاء الله. ولا عجبكم فيديو ما تنساونيش من الدعم والاشتراك وكتابة التعليق فضلا وليس امرا، بارطاجيو مع الاهل والاصدقاء باش تعم الفائده. والسلام عليكم ورحمه الله، في وصفه واحده اخرى ان شاء الله.